تواصل السلطات جهودا مكثفة من أجل التغلب على حريق غابة عشاشة سيفت بالإقليم. عناصر المندوبية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والوقاية المدنية والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية تضاعف جهودها من أجل السيطرة على هذا الحريق الذي شب منذ أيام في هذه المنطقة الغابوية، حيث تستعمل في جهود الإخماد طائرات من نوع كندير، إلا أن الظروف المناخية غير المواتية تجعل التغلب على الحريق أكثر صعوبة، كما أن وعورة وتضاريس المنطقة تصعب من عملية وصول آليات وشاحنات الإطفاء إلى منطقة الحريق للسيطرة على النيران. ووفق آخر التقديرات المتوفرة، فقد أتت النيران على حوالي 500 هكتار من الغطاء الغابوي بغابة عشاشة سيفت. ونبقى في ذات السياق لمعرفة آخر المستجدات حول تلك الحرائق بإقليم شفشاون. ينضم إلينا موفدنا إلى عين المكان فتح الله أبو زيدي. مرحبا بك فتح الله. مرحبا حسام وأهلا بالمشاهدين الكرام. فتح الله، ما هي آخر المستجدات المتعلقة بالنيران المشتعلة في إقليم شفشاون وتحديدا في غابة عشاشة سيفت؟ نعم حسام، تغطيتنا متواصلة لأبرز المستجدات، نتابع أبرز المستجدات المرتبطة بالحريق هنا بغابة عشاشة سيفت الواقعة بمنطقة لمبوط المجاورة لمدينة شفشاون السياحية. الجهود متواصلة وجميع الفرق مرابطة بعين المكان منذ الشرارة الأولى لهذا اندلاع هذا الحريق يوم الخميس المنصرم. جميع الإمكانات جندت للسيطرة بالكامل على الحريق وإخماده والقضاء على بؤر النيران والحيلولة دون انتشارها. فبعد أسبوع كامل من هذه الحرائق، المساحة المتضررة وكما جاء على لسانك حسام نهزت 500 هكتار، وتحديدا 470 هكتار حسب آخر جرد للسلطات المحلية. أكيد هو رقم كبير جدا، لكن لولا الجهود التي بشرتها السلطات لما كان هذا الرقم أكبر وأضخم. من بين الوسائل التي تم تجنيدها وسائل متطورة جدا، منها الطائرات، كذلك بعض الوسائل البرية على قلتها نظرا لوعورة التضاريس في هذه المنطقة، وتم الاعتماد بالأساس على العناصر البشرية. حسام. نعم، طيب فتح الله، برأيك ما هي الأسباب والعوامل التي ساهمت في إطالة أمد إخماد النيران المشتعلة في عين المكان؟ أكيد حسام، هناك مجموعة من العوامل التي حالت دون إخماد الحريق بالكامل إلى حدود اللحظة، والتي صعبت شيئا ما من عملية الإخماد. مرتبطة هذه العوامل أساسا بالظروف المناخية والطبيعية في المنطقة. نذكر الحرارة المفرطة التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام، وكذلك الرياح القوية التي تساهم بشكل كبير في تأجيج هذه النيران، بالإضافة إلى وعورة الطرق والتضاريس. قمنا برصد توقعات السلطات المحلية حول الساعات القليلة المقبلة، هل ستتم السيطرة على الحريق بشكل كامل؟ فرصدنا تفاؤل كبير، توقعات السلطات تبعث على التفاؤل، حيث من المرجح والمتوقع أن تتم السيطرة بالكامل على هذا الحريق في الساعات القليلة المقبلة من هذا اليوم. طيب، كما ذكرت لنا فتح الله في نشرة سابقة أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات اندلاع هذا الحريق، هل من تسريبات طبعا، أو هل من سيناريوهات حول الأسباب التي كانت وراء اندلاع هذه النيران؟ الأسباب حاليا لا تزال مجهولة. النيابة العامة جندت أطقمها للكشف عن هذه الأسباب المباشرة، لكن هناك مجموعة من الأسباب الجانبية المرتبطة أساسا بالحرارة المفرطة، لكن لا شيء رسمي حتى الآن.
نعم، موفدنا إلى إقليم شفشاون وعلى وجه التحديد إلى غابة عشاشة تاسيفت. فتح الله أبو زيدي، شكرا جزيلا لك، ستوفينا بأي جديد في موعدنا الإخبارية المقبلة.